كمان الأمانة العامة للأمم المتحدة وافقت على إدراج ونشر المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة، وده عشان المبادرة مستوفية لكل معايير المنصة الأممية، والمعايير دي هي أن تكون المبادرة محددة الأهداف، قابلة للقياس، قابلة للإنجاز، قائمة على أساس الموارد المتاحة، محددة زمنيا، وأنها كمان تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030. ده كله بينطبق الحقيقة على مبادرة حياة كريمة، علشان كده تم إدراجها في المنصة الأممية. يمكن من كام يوم يا هدير قلت لحضراتكم انه قريبا العالم كله هيتكلم عننا، وبدانا الحمد لله تحديدا عن هذه كمان المبادره. المبادره حياه كريمه احنا كل يوم عندنا خبر لوجودهم في مكان غير اللي كانوا موجودين فيه امبارح، فاستمرار العمل والمتابعه والاصرار على التطوير وعلى التنميه المجتمعيه اكيد ده يخلي كل الناس تشوف النجاح. بالتأكيد.